السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه في بيان أسباب العقوبات التي حلت ببني إسرائيل، والتي منها أنه سبحانه وتعالى طبع على قلوبهم، قال: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، أي بكفرهم وافترائهم على مريم عليها السلام، فقد رموها بالفاحشة وهي الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة الصديقة عليها السلام. إلا أن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين ما سلم من ألسنتهم أحد، فطعنوا فيها أي في مريم عليها السلام، قالوا عليها قولا عظيما، قالوا على ابنها عيسى عليه السلام قولا عظيما، واتهموه أنه ولد سفاح عليه السلام، وهو النبي الكريم الرسول الأمين الوجيه في الدنيا والآخرة من أولي العزم من الرسل. قال: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أي يفتخرون بذلك، عن اليهود يقولون إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم الذي يزعم أنه رسول الله. هم لا يقرون بأن عيسى عليه السلام رسول من عند الله، بل يقولون إنه ساحر مبين وأنه ولد بغاء عياذا بالله. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أمثل ما ورد في ذلك من الآثار في تفسير قوله تعالى ولكن شبه لهم ما أخرجه غير واحد كالنسائي بن أبي شيبة وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، أن عيسى عليه السلام كان معه 12 شخصا من الحواريين المؤمنون به، فخرج عليهم ذات يوم ورأسه يقطر ماء، فقال لهم: إن منكم من يكفر بي بعد أن آمن 12 مرة. ثم قال لهم: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة. فقال غلام شاب: أنا يا رسول الله. فأعاد عيسى عليه السلام: عليه شبهي ويكون معي في الجنة. قال هذا الغلام: أنا يا رسول الله. والثالثة كذلك. فألقيت على القوم إغفاء، وكان ثمة أمر أصدره ملك ذاك الزمان بصلب عيسى عليه السلام وقتله وصلبه بناء على أكاذيب اليهود في شأنه. فدخل جنود الملك على عيسى عليه السلام، على القوم الذين فيهم عيسى عليه السلام، فقبل دخولهم ألقيت على القوم إغفاء، رفع الله فيها عيسى عليه السلام وألقي شبهه على هذا الغلام الشاب. فدخلوا على الحواريين وأخذوا الغلام الشاب وقتلوه وصلبوه، وقالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. فالحواريون الذين كانوا معه انقسموا 3 أقسام: فرقة يقال لها اليعقوبية، قالوا: كان الله فينا ما شاء أن يكون ثم صعد إلى السماء.
فقالت الفئة الثانية النسطورية كان ابن لله وقتل وصلب وبعد ذلك أحياه الله. وقالت الفئة الثالثة المسلمة بل هو عبد الله ورسوله رفعه الله إليه، كما أخبرنا أن شبهه سيلقى على واحد فينا. أما الداخلون فارتابوا ريبة شديدة، لأن العدد الذي تنامت به الإخباريات عندهم 12 شخصا، فضلا عن عيسى عليه السلام، فيفترض أن العدد 13. ما وجدوا 13، فهذا الذي رابهم أين هو 13؟ فارتابوا ريبة شديدة وتحيروا حيرة شديدة. أما أهل الإيمان قالوا رفعه الله تعالى إليه، بل رفعه الله إليه كما قال عيسى صلى الله عليه وسلم من يلقى عليه شبهي يكون معي في الجنة. اليهود ما قالوا بالرفع، فهم يتهمون أنه ولد بغاء، فقالوا قتلناه وصلبناه، فقالوا كما قال تعالى وبكفر وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أي الذي يزعم أنه رسول الله. كذبهم الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فقال ربنا وما قتلوه وما صلبوه، هذا كلام الله سبحانه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فهذا كلام الله ولا كلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى. والذي يكذب بهذا كافر. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه سواء كانوا اليهود الذين استصدروا أمرا بقتله، أو النصارى الذين اختلفوا فيه من الحواريين، لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، كلها ظنون كاذبة. وما قتلوه يقينا، على أقوى الأقوال ويقينا ما قتلوه. فالله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ثم قال وما قتلوه يقينا، فهذا كلام رب العباد سبحانه وتعالى. نفى القتل، نفى الصلب، وأثبت أنه شبه لهم، وأكد ذلك بقوله سبحانه، وكلام ربنا لا يحتاج إلى تأكيد منا، قال وما قتلوه يقينا، أي ويقينا ما قتلوه. أورد بعض المفسرين وجها في تفسير قوله جل ذكره وما قتلوه يقينا، أي وما قتلوا المسألة بحثا، كما يقال قتلت المسألة بحثا. لكن الأشهر من أقوال العلماء أن الله أكد بقوله وما قتلوه يقينا، فهذا الذي عليه جماهير أهل كل المسلمين، لا نعلم بين أهل الإسلام اختلافا، فأن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى صلى الله عليه وسلم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، فهذا تأكيد بعد تأكيد، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، كلها نصوص قواطع بأن المسيح عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب. ثم السؤال يوجه للنصارى، إذا كنتم تزعمون أنه صلب، فمن حق الصليب الذي صلب عليه لهكم أن يكسر لا يعظم؟ إذا كنتم تزعمون أنه صلب فلماذا تعظمون الصليب؟ وكيف يصلب الإله؟ وما مصير السماوات والأرض؟ فمن أمسكهما بعد أن صلب الإله؟
وإذا كان الإله قد صلب فمن ذا الذي أحياه؟ من الذي أحيا هذا الإله بعد أن صلب؟ إرادات كثيرة وردت في غير موطن في هذا الصدد. قال تعالى: بل رفعه الله إليه، فيه رد على الأشاعرة قاتلهم الله الذين يقولون إن الله لا مكان له، وعلى الآخرين أيضا الذين يقولون إن الله في كل مكان. ما فائدة بل رفعه الله إليه؟ ما في بل أنزله الله إليه، بل رفعه الله إليه. وهذا الفهم هو الذي فهمه فرعون لما قال لهامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ففهم أن موسى عليه السلام يقول إن الله في السماء، فطلب من هامان أن يبني له صرحا، ما قالش احفر لي بئرا لعلي أنزل إليه إله موسى. بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا غالبا، العزيز الغالب، حكيما فيما يفعل وفيما يشرع وفيما يتكلم في كل شيء. وكان الله عزيزا أي غالبا، وموقعها هنا أنه غلب على أمر الناس وغلب على أمر نفسه سبحانه. ما معنى غلب على أمر نفسه؟ جعل أمره هو الغالب. الناس كلهم أرادوا قتل عيسى آنذاك، وهو سلمه سبحانه وتعالى، سلمه بعد أن أعدوا العدة واستصدروا القرارات وهجموا على البيت لقتله. الله غالب، عزيز بمعنى غالب. صدق النبي إذ قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، بل رفعه الله إليه. وكان الله عزيزا أي غالبا، حكيما فيما يصنع. إن قيل لماذا كل هذا؟ هو حكيم، يعلم ونحن لا نعلم. وكما قال تعالى في شأن نفسه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون به علما، فعلمنا قاصر. لماذا فعل الله كذا؟ هو أعلم. لماذا أضل الله فلانا؟ هو أعلم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. لا تقل لماذا مات أبو طالب على الكفر، كان يدافع عن النبي وكان يحب النبي، لماذا مات على الكفر؟ الله عليم بما يصنعون. أمور يدبرها ربنا، ونحن لا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء. وكما قال الخضر لموسى لما رأى عصفورا ينقر بمنقاره في البحر نقرة، يقول: يا موسى، مع العلم الذي أوتاه الخضر والذي أوتاه موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. فيجب أن نعرف قدر أنفسنا، يجب أن نعرف أن الله هو الكبير، هو العليم، هو الخبير، ويعلم ونحن لا نعلم. نحن أهل جهل كمخلوقات، لا نعلم أي شيء إلا الذي علمنا الله إياه. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما. قال تعالى: بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. في ناس من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فمن أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته. اختلف العلماء في قوله تعالى: إلا ليؤمنن به، بمن؟ قبل موته، قبل موت من؟ فالأكثرون من العلماء إلا يؤمنن به بعيسى عليه السلام،
قبل موت عيسى عليه السلام. قالوا، وابن عباس من القائلين بهذا القول: لقد تضافرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل ذلك في كتاب الله، أن المسيح عيسى عليه السلام سينزل آخر الزمان، وهنالك من سيؤمن به. قالوا في هذا قوله: إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل عيسى عليه السلام، هناك يهود ونصارى سيؤمنوا به عند نزوله. كما أسلفنا، أصل ذلك في كتاب الله، إذ الله قال في شأن عيسى عليه السلام: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. إنه، أي المسيح عيسى عليه السلام، عالم من أعلام الساعة، ودليل من أدلة الساعة الكبرى كما قال علماؤنا. هذا القول الأشهر. أما الأحاديث عن رسول الله في نزول عيسى عليه السلام، فمنها حديث أبي هريرة في الصحيحين: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هذا ثابت في الصحيحين وفي مسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، فيقدمه المسلمون للصلاة، أي لإمامة الصلاة، فيقول: بل بعضكم على بعض أئمة، تكرمة الله لهذه الأمة. وفي الحديث الثابت: من وجوه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك، في بعض الروايات حتى ينزل فيهم عيسى عليه السلام. وفي الحديث كذلك: إني لأرجو إن طالت بي حياته أن ألقى عيسى بن مريم، فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. وكذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم، ليهلن ابن مريم بالحج أو العمرة أو ليثنيهما معا، فإما حج قارن أو مفرد، لأن ابن مريم، وفي بعض الروايات من فج روحاء، الحج أو العمرة أو ليثنيهما معا. نصوص كثيرة وردت في هذا الصدد، وأنه ينزل عند باب لد بين جناحي ملكين، وأنه يقتل المسيح عيسى الدجال. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى، قبل موته، قبل موت عيسى. هذا رأي الحبر عبد الله بن عباس وطائفة من التابعين. ومن العلماء من قال: ليؤمنن به قبل موته، قبل موت الكتابي. قالوا: وينقل هذا عن أبي هريرة، والسند فيه بعض الشيء: ما من يهودي ولا نصراني يموت حين يموت إلا وقبيل موته يوقن أن عيسى رسول من عند الله، وأنه ليس بإله ولا ابن للإله ولا ثالث. فهذا القول الثاني: ليؤمنن به قبل موت الكتابي، يتيقن الكتابي قبيل موته
أن عيسى ليس بإله وليس بابن للإله. ولكن ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالقولان قائمان في تفسير قوله تعالى قبل موته. الأول قبل موت عيسى عليه السلام، فهناك من سيؤمن به عند نزوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك الكتابي عند الاحتضار يعلم أن الحق في شأن عيسى أنه عبد الله ورسوله، ليس بإله وليس بابن للإله وليس بثالث ثلاثة، ولكن ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال تعالى ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، فسيشهد عيسى عليه السلام على هؤلاء الذين زعموا أنه الله أو زعموا أنه ابن للإله أو أنه ثالث ثلاثة، سيكذب كل هؤلاء. وختمت سورة المائدة ببيان ناصع وجلي وحاسم في هذا الباب. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك تنزهت عن ذلك يا ربنا، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك،
إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولقد قال الله تعالى في سورة آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، مستحيل يكون هذا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثم إن الله قال: فبظلم من الذين هادوا، أي بسبب الظلم الذي ارتكبه اليهود، بظلم من الذين هادوا، الباء سببية، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ما وجه التحريم؟ ما وجه العذاب في التحريم؟ وجهه أنهم إذا حرمت عليهم الطيبات فاستحلوها فسينزل عليهم العذاب، فحرم عليهم الصيد يوم السبت فاقتحموا التحريم واعتدوا فحولوا إلى قردة وخنازير، إلى قردة خاسئين، تحولوا إلى قردة خاسئين. فهذا الوجه. ونحوه في السنة قول النبي، لكن مع الفارق الكبير: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فإذا أمرهم بالسواك ولم يفعلوا عذبوا، فرحمة بنا ما أمرنا بالسواك عند كل صلاة. فمن ثم اليهود بسبب الظلم حرمت عليهم الطيبات، فإذا استباحوها نزل عليهم العذاب لاستباحتهم بها. فبظلم من الذين هادوا، فالظلم سبب لتحريم الطيبات، وسبب لغلاء الأسعار، سبب لغلاء الأسعار، سبب للدمار، سبب للبلاء، عياذا بالله من الظلم. وكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. الآيات في هذا الصدد كثيرة جدا. الظلم سبب عظيم الابتلاءات. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وما الذي انضم إلى الظلم أيضا من اليهود؟ ولننظر في أمرنا، هل نحن سرنا على هذا المسير السيء نعوذ بالله، أو صارت أممنا على هذا المسير السيء والضرب السيء الخبيث؟ بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. بسبب صدهم عن سبيل الله، الناس يريدون دخول هذا الدين ويحبون الله ورسوله ويريدون الاستقامة على دين الله، وهناك من يصدهم عن هذا الطريق النير المشرق الذي يقودهم إلى الجنان، فيصرفهم صارف عن طاعة الله وطاعة رسوله. فاليهود كانوا مشهورين بالصد عن سبيل الله، تأتي تستقيم يصدونك ويتفننون في طرائق الصد عن سبيل الله. آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار، الصبح قولوا لهم آمنا، في المغرب قولوا لا طلع دين وحش، واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم.
وجندوا جنودا لهم في العالم كله لصد الناس عن سبيل الله، وجعلوا من المسلمين أدوات للصد عن سبيل الله وهم يشعرون أو لا يشعرون. فالناس تريد الاستقامة، وهناك من يتوعدهم ويصدهم عن سبيل الله: إذا استقمتم سيحصل لكم كذا وكذا. عياذا بالله من هؤلاء الأشرار، فيصدون عن سبيل الله، يصرفون الناس عن الطريق الموصل إلى جنة الله ومرضاته، ويشككون الناس في القرآن وفي الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وفي رسل الله كلهم، يشككون في جميع الرسل وفي الكتب، ويصفون رب العزة بسيء الأوصاف، يقولون إن الله فقير، يقولون يد الله مغلولة إلى غير ذلك، يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وإذا وصل الأمر القتل شيء سهل، يقتل وإن كنت نبيا يقتلك، ما عندهم ذلك مشكلة. وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتلهم الأمرين بالقسط من الناس، واحد يأمر بالمعروف ينهى المنكر اذبحوه، خلصونا منهم، اقتلوه. شخص نبي كريم من عند الله منزل اذبحه، يقتلون كما قال ابن مسعود: في صبيحة واحدة قتلوا عددا هائلا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أقاموا سوق بقلهم آخر النهار، يبيعوا الفجل والجرجير آخر النهار والثوم والبصل، هم قتلوا في الصباح، لا يتشون بقتل أي نبي ولا بقتل أي مرسل من المرسلين ولا بقتل صالح من الصالحين. كذلك من طرائق صدهم عن سبيل الله التشويش على الأديان، إثارة الشبهات، وكذلك إثارة الشهوات. فالذي يحدث الآن من تبرج وعري وأفلام ومسلسلات وكرة قدم وغير ذلك، كلهم من صنائع اليهود لصرف الناس عن طريق الله سبحانه. استحدثوا الكرة، واستحدثوا الأفلام، واستحدثوا السينمات، فكلها وسائل للصد عن سبيل الله، فلنكن منها على حذر. تعترض تقتل، مالك للقتل. بل إذا استطاعوا أن يقولون إنك تأتي أمك نهارا لقالوا ذلك عنك، عياذا بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والسبب الآخر: وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا من أسباب الدمار التي تدمر الأمم، وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. انظروا يا إخوة إلى مجتمعاتنا وهذه الحيثيات، هل موجودة فيها أم لا؟ ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، بصدهم عن سبيل الله كثيرا، أخذهم الربا وقد نهوا عنه، أكلهم أموال الناس بالباطل. حيثيات الدمار موجودة، فكيف تصلح وحيثيات الدمار موجودة؟ ولن تزيل حيثيات الدمار وتستغفر الله مما سلف منك وكان، وتتجه بالتوبة والدعاء يستجاب لك. أما وحيثيات الدمار موجودة والأمراض الفاتكة أو الفتاكة موجودة، كيف يتم الشفاء؟ إلا بإذن الله، إلا من عند الله. القرآن لم يسق ولم ينزل عبثا يا إخوة، لم ينزل القرآن لنتدارسه ونستمتع بالدراسة فقط أبدا، بل نزل للعمل به، نزل للتدبر والتمسك به والعمل به أيضا فيما نزل، نزل يتدبر ويتلى ويعلم ويعمل بما فيه ويتحاكم إليه ويصدق، ما نزل أبدا فقط للدراسة والاستمتاع بالدراسة واستخراج الملح والأشياء، إخراج الصاد
من مخرجها، صح نخرج الصاد من مخرجها وأنا بذلك وأكرم، لكن كونك تجعل كل الهمة أن الصاد يكون لها صفير والسين يكون لها همس وسائر العمل تهمل العمل، لا والله ما هو كذا القرآن. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، فاستمسك بالذي أوحي إليك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ادرسوا الآيات يا إخوة حتى تعرفوا المرض وكيف الشفاء، تعرفوا المرض وكيف الشفاء. الآن تحدث زلازل في العالم، ما وجدنا إعلاميا من هؤلاء الله لا يبارك فيهم يقول يا جماعة نحن ظلمنا أنفسنا فلنرجع إلى الله؟ هل سمعتم من يقول ذلك؟ هلموا نرجع إلى الله، هلموا إلى كتاب الله نعمل به، إلى سنة الرسول نعمل بها، هلموا لإزالة المنكرات من بلادنا، هلموا للتحاكم إلى القرآن؟ ما وجدنا أحدا ينادي بهذا، إنما يقول الطبيعة الحرارة الأرضية. من الذي أتى بالحرارة الأرضية؟ هو الله. كان قوم يقولون من هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون حادث الفيل، حادثة الفيل، يقولون ما كانت حادثة الفيل إلا جراثيم تسلطت على أبرهة وأصحابه. طيب من الذي لو سلمنا بقولكم مع أن قولكم باطل باطل باطل، من الذي سلط الجراثيم في هذا التوقيت؟ أنك ستفر من قضاء الله إلى قضاء الله، ستقول الذي سلطها هو الله إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. فالآن يقول لك الخشرة الأرضية ولب الأرض ما عرفش يتوقف ومش عارف إيه، ويجيبوا لك مئة تحليل. طيب من الذي أتى بكل هذا أيضا؟ إنه الله، إنه الله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن زالتا ما إن أمسكهما من أحد، ولإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى قول بأن ربك أوحى لها، سنقول ما لها؟ ما الذي حدث؟ الجواب ربك أوحى لها أن تفعل هذا، ألهمها أن تفعل ذلك، أمرها. يا جبال أويبي معه، يا أرض ابلعي ماءك، يا سماء أقلعي، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كلها نصوص يا إخوة، كلها نصوص، كلها نصوص. هذا كتاب منزل من عند الله، ما هو عبس، والله ما هو عبس أبدا. حيثيات الدمار موجودة في بلاد العالم، والله رحيم بالعباد. حيثيات الدمار موجودة عياذا بالله، الفحش ليل نهار، ويجاهر به، ويجاهر بالتبرج، وزواج الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، والربا، وكل حيثيات الدمار موجودة، والظلم موجود، وتسلط القوي على الضعيف، وأكل أموال الناس بالباطل، كلها موجودة في العالم. ولكن رحمة أرحم الراحمين، نسأله أن يتغمدنا برحمته ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نسأله سبحانه إذا أراد بقوم فتنة أن يقبضنا غير فاتنين ولا مفتونين، اللهم آمين. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا قد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما أي مؤلما موجعا. لكن الراسخون في العلم منهم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه أو عدي بن حاتم الطائي وغيره، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إذا جئت يا رسول الله بعثك الله ستجدهم من أول من يصدقونك. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بما أنزل على عيسى وعلى موسى وعلى جميع الرسل، والمقيمين الصلاة. لماذا نصبت المقيمين؟ لأهل العلم في ذلك أقوال، أولاها أن الله أنزلها هكذا فتقرأ كما أنزلها الله. والملتمسون للنواحي الأعرابية يقولون نصبت على المدح وأثني على المقيمين الصلاة،
وجه ثالث أن النساخ أخطأوا، وينقل هذا عن عائشة، أخطأ النساخ لكن ليس في هذا المقام، وهذا القول غلط، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فأشهر الأقوال قولان، القول الأول هكذا أنزلت نقرأها كما أنزلت وربي أعلم بكتابه، والقول الثاني أنها نصبت على المدح وأثني على المقيمين الصلاة. ثم قال والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، جعلنا الله وإياكم منهم، ونسأل الله أن لا يؤخذنا بما فعل السفهاء منا. وكما قال تعالى لرسوله قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وصلوات الله وسلامه على النبي محمد وآله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم وإياكم.